نعم حمدان، طبعا هذه المطابع لها تاريخ، بدأت بمرسوم ملكي عام 1394، لها تاريخ في ومراحل تطور وتقدم، حيث بدأت بآلات بدائية أو ليست بدائية، كانت في ذلك الوقت هي من أحدث الآلات وأحدث التقنيات. الآن وصلت إلى مراحل متقدمة في هذه التقنيات، حظيت بدعم قوي في إنشاء هذه المطابع. المطابع إمكانياتها هي في طباعة الرسائل العلمية وأيضا إصدارات الجامعة والمنشورات وأيضا مناهج المعاهد العلمية. إذن هذه الجامعة أو هذه المطبعة هي فيها عدد من الكوادر المؤهلة من خريجي المعاهد المهنية بالمملكة، أكثر من 50 فني متخصص في مختلف التخصصات من طباعة وأيضا تصميم ومونتاج. بنتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفنا يوسف الرديعان مدير مطابع جامعة الإمام، أهلا بك. أولا نتكلم عن تاريخ هذه المطابع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مطابع حظيت مطابع جامعة الإمام باهتمام الجامعة وانشأت تقريبا مرسوم ملك زي ما تفضلت يا أستاذ حمد عام 1394، وبعد ذلك بدأت بآلات اليدوية اللي تيبو، وفي 96 تقريبا بدأت التشغيل التجريبي للمطابع عندما حضروا المكاين الأوفيس للطباعة، و1398 تعتبر هي البداية الحقيقية للمطابع جامعة الإمام، والحمد لله يعني واكبت بدايات الجامعة حتى انتقلت إلى المقر الجديد في المدينة الجامعية، ثم ما شاء الله تبارك زودت بالمكاين والآلات والمعدات الحديثة والكوادر الفنية المدربة، وتشهد تطور طبعا مثل شأنها شأن جميع فروع الجامعة من فضل الله، بدعم تحظى بدعم من معالي مدير الجامعة. والآن انضمت المطابع يعني إلى الوكالة، وكالة الاستثمار، وهي إن شاء الله في يعني في مستقبلها بيكون ذراع استثماري لجامعة الإمام إن شاء الله. أولا نتكلم عن إمكانيات هذه المطابع حاليا. والله المطابع الآن تعتبر من أفضل المطابع الحكومية تنافس على، لأننا نجينا للكم فنحن نطبع المناهج العلمية وأعداد الكتب فيها كبير جدا، يعني تصل إلى 357 ألف كتاب، يعني كل نسخة 5000 كتاب في معدل 73 كتاب، فالعدد كبير جدا. كذلك الجامعة موكلة بالمؤتمرات والندوات والحفلات التي تقيمها الجامعة، وأشهر مؤتمر نشر المؤتمرات اللي عقدت في الجامعة عندنا هنا جهود المملكة في ترسيخ مبدأ الوسطية، مؤتمر الملك عبد العزيز برضو فيه الحفلات والندوات فيها.